إسرائيل تسقط مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وانفجار غامض يستهدف سيارة بحي المزي في دمشق. الحكومة اليمنية تبحث تحركات الحل السياسي للأزمة، ودعوات لجماعة الحوثي بالانخراط البناء في جهود إحلال السلام. فاغنر تعلن سيطرتها على وسط باخموت، ورفع العلم الروسي على مدينة على مبنى البلدية والقوات الأوكرانية تنفي. صباح الخير وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية لأهم الأنباء. أفادت وسائل إعلام النظام السوري بانفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية في منطقة المزي بالعاصمة دمشق، ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة قوله إن الانفجار أدى إلى احتراق السيارة وامتداد النيران إلى سيارات مجاورة دون تسجيل إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مجهولة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، مضيفا في بيان أنه تم استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية، حيث تمت متابعتها وإسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي تهديد. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسيرة إيرانية الصنع. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل تحت الضغط في كل جبهاتها، وقال إن إيران ترسل أسلحة إلى الضفة الغربية وغزة، وتريد أن تشكل وجودا دائما على حدود إسرائيل في سوريا ولبنان، مشيرا إلى أنه سيتم دفع إيران وحزب الله خارج سوريا عند الضرورة. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن غفير إنه مستعد أن يكون الحرس الوطني تحت قيادته أو بقيادة مفوض الشرطة. تصريحاته تأتي بعد مصادقة الحكومة على إنشاء حرس وطني يتكون من مجموعة من الفرق الخاصة للسيطرة على أماكن حساسة يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها. وعلى خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانية الوزارات، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة قامت بهذه الخطوة لتمويل ميليشيات بن غفير، وقال إن أولويات الحكومة سخيفة على حد وصفه.
وافقت الحكومة على تخفيضات لتمويل ميليشيات بن غفير، سوف يقتطعون من ميزانية الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمتطرف مهووس. أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص المهووسين. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. كما ناقش الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله إن التوقيع النهائي للعملية السياسية بالبلاد مرهون بوضع جداول زمنية واضحة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وأكد في تصريح صحفي أن ترتيبات الدمج لابد أن تكون جزءا من الاتفاق النهائي، حيث لا يمكن أن يتم توقيع الاتفاق بوجود جيشين في البلاد. وأوضح أن اللجان تعكف حاليا على إخراج الجزء الفني بجداول ومواعيد واضحة ومتفق عليها من جميع الأطراف. في ليبيا دعا رئيس مجلس النواب عقيل صالح الأعضاء الستة المنتخبين من البرلمان باللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 دعاهم إلى الإسراع في إنجاز قوانين الانتخابات، مؤكدا أيضا على ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المشكلة من مجلس الدولة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية لتنظيم العملية الانتخابية. ناقش مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع برئاسة معين عبد الملك الحراك الأممي والإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن. كما بحث المجلس ما تواجهه التحركات من تعنت من قبل ميليشيا الحوثي والخيارات أمام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك. وقال بيان أن وزير الدفاع الفريق محسن الداعري قدم خلال الجلسة تقريرا عن الزيارات الميدانية التي نفذها مع رئيس هيئة الأركان العامة وقائد قوة الدعم والإسناد بالتحالف العربي لعدد من جبهات القتال. المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرومبر قال إن الهدنة في ذكراها الأولى ما زالت قائمة إلى حد كبير ويتم تنفيذ الكثير من بنودها حتى الآن. وقال المبعوث الأممي إنه يجب أن يكون لدى طرفي الأزمة في اليمن الاستعداد للجلوس معا والتحاور بشكل جاد ومسؤول. جرومبرغ أضاف أن التعافي لا يبدأ إلا بالتوصل إلى حل شامل للنزاع.
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود السلام التي تأخذها الأمم المتحدة في اليمن، داعيا جميع الأطراف خاصة جماعة الحوثي إلى الانخراط مع المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى هدنة موسعة تمهد الطريق لوقف إطلاق النار ولعملية سلام شاملة. أما فرنسا فقد حملت عبر سفارتها في اليمن الحوثيين مسؤولية عدم تجديد الهدنة، ودعت جميع الأطراف خاصة الحوثيين إلى نبذ العنف والتفاوض بحسن نية. من جانبها حثت روسيا أطراف النزاع في اليمن على تجنب العودة إلى العنف، مشددة على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإحلال السلام. وقال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف بمناسبة مرور عام على إعلان الهدنة، قال إن هذا الهدوء النسبي هش، وإن على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لتجنب استئناف الحرب. ينعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ذلك على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا. من المتوقع أن تكون المشاورات ذات طبيعة فنية، بحيث تمهد لمحادثات على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع. وعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف عن أمله في أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية، وهو تطبيع العلاقات السورية التركية. أعلنت موسكو أنها بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بالقرب من حدود حليفتهم بيلاروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي ناتو. تأكيدات جاءت على لسان السفير الروسي في مينسك الذي قال أنه سيتم نقل الأسلحة وذلك إلى قرب الحدود الغربية لبيلاروسيا دون تحديد موقع نشرها، معتبرا أن ما وصفه بتوسيع قدرات بيلاروسيا الدفاعية سيتم بغض النظر عن رد فعل أوروبي والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيكتمل بناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو المقبل. أكد الجيش الأوكراني أنه ما زال مسيطرا على باخموت شرقي البلاد، يأتي ذلك فيما أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية السيطرة على مركز باخموت. ونشر مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين مقطع فيديو مصور قال إنه من أمام مبنى الإداري للمدينة التي باتت أحياؤها المركزية تحت سيطرة مقاتليه. اليوم 2 أبريل بالتحديد الساعة 11 مساء خلفي مبنى إدارة مدينة باخموت، هذا هو العلم الروسي، كتب عليه فلادلين تاتارسكي تخليدا لذكراه الطيبة. لقد أخذنا باخموت من وجهة نظر قانونية. قادة وحدات القوات الروسية الذين تولوا إدارة المدينة والحي المركزية بأكمله سيرفعون الأعلام. العدو ظل في الأحياء الغربية. تاتارسكي الذي ورد في تصريح قائد مجموعة فاغنر هو مدون عسكري روسي معروف يدافع بشراسة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقتل بانفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في مدينة سان بطرسبرغ. فلادلين تاتارسكي مراسل عسكري روسي ومدون معروف، فقد حياته في تفجير أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية حسب وزارة الداخلية.
لم تتبنى حتى الآن أي جهة مسؤولية الانفجار، كما لم تقدم السلطات أي تفاصيل عما قالت إن سببه هو قنبلة كانت بحوزة أحد رواد المقهى. لكن مقاطع ما قبل لحظات من التفجير أظهرت تتارسكي وهو يحمل تمثالا صغيرا قدم له من أحد رواد المقهى. يبدو بأنها هي تلك القنبلة التي تسببت بالحادثة بحسب وسائل إعلام روسية. مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس قال بأن قوة العبوة الناسفة تجاوزت 200 جرام من مادة TNT. وبحسب منظم الحدث داخل المقهى فإن الإجراءات الأمنية الضعيفة سمحت بوقوع التفجير، لكن السر يكمن في خفايا المقهى المتضرر من التفجير، فهو مقهى تعود ملكيته لقائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية حسب إعلام روسي، والأبرز شخصية الصحفي المستهدف. فمقاطع فيديو سابقة للمراسل الحربي المقتول يظهر فيها وهو يردد عبارات تحريضية تشير إلى أنه مؤيد للعملية العسكرية الروسية، إلا أنه ينتقد استراتيجية الجنرالات في وزارة الدفاع كما يفعل قائده مؤسس فاغنر. سنهزم الجميع وسنقتل الجميع وسنسلب كل من يحتاج إلى السرقة وسيكون كل شيء كما نحب. تفجير مقهى سان بطرسبرغ يعد ثاني أهم حادثة بعد سابقة لها العام الماضي، أودت بحياة داريا دوغينا ابنة ألكسندر دوغين الفيلسوف الروسي المقرب من الرئيس بوتين في انفجار سيارة يشتبه بأنها كانت ملغمة. روان حمزة، الحدث. أعلن حاكم أركنساس الجمهوري آسا هاتشنسون وأعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، مطالبا الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض بعدما وجهت إليه من قبل هيئة محلفين تهمة جنائية. هاتشنسون قال خلال مقابلة تلفزيونية إن مواطني الولايات المتحدة يريدون قادة يقدمون أفضل ما لديهم لبلدهم. هذا وندد محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام لموكلهم، واصفين الأمر بأنه اضطهاد سياسي. وفيما رفعت شرطة نيويورك تأهبها الأمني استعراضا لمثول الرئيس السابق أمام المحكمة الثلاثاء، أعلن ترامب أنه سيلقي مساء الثلاثاء كلمة في ولاية فلوريدا. ردة فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت حديث من حوله، فكيف كان وقع لائحة الاتهام الجنائية على ترامب؟ منهم من قال بأن ترامب كان منزعجاً وغاضباً ومصدوماً، ومنهم من قال بأنه ظل هادئاً جداً ورزيناً وفقاً لواشنطن بوست. الرئيس الأمريكي السابق بحسب مصادر مقربة تبلغ الخبر بمكالمة هاتفية ثم بدأ بالتحرك، اتصالات بالجمهوريين في الكونغرس ووعود بالمحاربة حتى البراءة والدفع بالمظلومية. الرئيس الأمريكي السابق سيمثل أمام محكمة منهاتن يوم الثلاثاء القادم قبل أن يضطر للوقوف أمام قاض للاستماع إلى التهم الجنائية الموجهة إليه تحت حماية أمنية مشددة، وسط توقعات من أحد مستشاريه بأن يظهر الرئيس السابق دقيقاً وحذراً، خاصة وأن هذه تعد سابقة سياسية وتاريخية قد يستفيد منها ترامب كثيراً ويستغلها في حملته الانتخابية للعام 2024. عندما يسلم ترامب نفسه سيتم حجزه في الغالب مثل أي شخص آخر يواجه التهم، ستؤخذ بصماته من دون تقييد يديه ربما، وسيتمتع بحماية الخدمة السرية، ومن شبه المؤكد أنه سيطلق سراحه في اليوم نفسه. الفريق القانوني لترامب وفريق حملته أمضوا أسابيع في التحضير لصدور لائحة الاتهام ضده، بحثوا خلالها خطط الهجوم باستخدام ورقة الدوافع السياسية ضد مدعي عام مقاطعة منهاتن ومحاميه السابق وهو أحد الشهود الرئيسيين في القضية.
ونداءات لجمع التبرعات والحلفاء القانونيين والسياسيين والإعلاميين. يبذل عشرة المتطوعين الجهد والوقت والمال لإعداد آلاف الوجبات يومياً لمساعدة الفقراء والمحتاجين في العاصمة السورية في شهر رمضان. يحرك هذا الشاب السوري الطعام داخل قدر كبير حتى تصل الحرارة لكل الكمية بطريقة عادلة، فبعد قليل سيفطر صائما يقضي شهر رمضان في سوريا بطريقة غير عادلة. سقوط حر لليرة أمام الدولار، ضربات إسرائيلية تهز العاصمة مرة أو اثنتين كل شهر تقريبا، وضعان أمني واقتصادي يفقد السوريين بهجة الشهر الفضيل. نحن كشباب سوريين طلقنا من واجبنا تجاه بلدنا لحتى نخدم أول شيء أهداف هي الجمعية، وثاني شيء يعني نقدر نحن نخدم مجتمعنا، ونحن موجودين هلا لحتى نطبخ ونقدم وجبات إفطار للصائمين بكل محبة وبكل ود لكل السوريين. كل هؤلاء الشباب يعملون بروح الفريق في مبادرة خس الجوع، باذلين الجهد والوقت والمال لإعداد آلاف الوجبات يومياً لمساعدة الفقراء والمحتاجين في دمشق خلال رمضان. عندي رمضان وخس الجوع مرتبط ببعضه، خلاص مدام اجى رمضان فانا بدي انزل على خس الجوع، فهو شعور كتير حلو لما انت بدك تعمل عزيمه برمضان وتعزم اهلك وقرايبينك لعندك، بس هون انت عم تطعمي كل الناس، عم تكون مع كل الناس برمضان، عم تكون مع كل فرد، عم تحاول توصل محبتك لكل العالم. 11 عاما عمر هذه المبادره السوريه التي اصبحت قادره على تقديم 12000 وجبه يوميا. يقوم المتطوعون بسكب الطعام في علب بلاستيكية لتسكب الفرحة على وجه كل صائم ما إن يطلق صوت الأذان في سماء العاصمة دمشق. هلال علي، الحدث. وفي أفغانستان، عادات وتقاليد رمضان لم تغيرها الحروب المستمرة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الأفغاني. ميرويس مواطن أفغاني فقير يتجول في شوارع العاصمة كابول في هذا الشهر الفضيل ليبيع أقداح الوضوء في مهنة لا تدر عليه ما يكفيه من المال، ليرجع في آخر المطاف إلى هذا المسجد للإفطار الجماعي والمجاني. كما ترى أبيع هذه الأقداح في الشوارع وأتي إلى هذا المسجد لتناول الفطور ثم أرجع لعملي. تتناول نسبة كبيرة من الأفغان إفطار رمضان في المساجد وفي أماكن أخرى في حلقات الفطور الجماعي، حيث يحضر كل واحد ما تيسر له من الطعام ليشارك في إفطار جماعي، وفي بعض المساجد يقدم المحسنون إفطارا جماعيا مجانيا. نقدم هنا إفطارا جماعيا بشكل يومي في رمضان، ويحضره ألفان من الفقراء بينهم أطفال ورجال وسيدات، وترتيبات الإفطار منتظمة ما شاء الله. لرمضان نكهة شرقية طاغية على أفغانستان، حيث يستقبل الشعب الأفغاني رمضان بعادات وتقاليد موروثة منذ عقود، فميسورو الحال يغيرون أثاث منازلهم في رمضان، أما الفقراء فيعمدون إلى تنظيف أثاثهم حفاوة برمضان، فكل شيء يعد هنا من أجل شهر رمضان كالخبز والحلويات والمخللات. للأفغان على تنوعهم العرقي والقومي عادات وتقاليد في رمضان من الممكن جمعها في كلمتين اثنتين، هما الكرم والتقارب، ويظهر ذلك في مظهرين اثنين بالموائد الجماعية وصلاة التراويح. عبد الله نادر، الحدث، كابول. في ختام هذه الجولة نشكر لكم كرام المتابعة وفي أمان الله.